تابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. مسرور بارزاني يدعو إيران إلى إيقاف هجماتها الصاروخية وعدم تصدير توتراتها الداخلية للجوار. وملا بختيار يقول: رغم الخلافات بين البارتي واليكيتي، لكن لا عودة لحمل السلاح، ولا نريد تكرار تجربة المناطق السنية. وشرطة أربيل تعتقل اثنين من المشتبه بهم لصلتهم بسرقة السيارات. ومجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الثالثة. ومفوض حقوق الإنسان الأممي يدعو إلى اتفاق سياسي في السودان. والأعظمية تستقبل بطلاء المصارعة بالأهازيج بعد حصد الذهبي ببطولة العرب.